انا نصيرة من الجزائر، انا في تونس، وانا نواسي في النداء تاعي هذا يا عمي صالح، سمعت عليه باللي انسان طيب، واني درت انا مريضة بالكونسير تاع ريكتون، وهذيك لابوش هي قدامكم، انا لمدة 6 سنوات وانا بها، درت العملية في 2012 الجزائر، ولكن بسبب خطأ طبي راني نعاني من هذا المرض. ندائي لعمي صالح، سمعت عليه بلي انسان طيب، والناس الغربة اللي الغربه الاحلام، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يعاونوني ان شاء الله. دونك فوالا، عندنا انكا هذه اختنا نصيره، راهي من 2012 لا يو كونسير دو ريكتوم، وداروا لها لا بروميير انترفونسيون، وخطا طبي راه مكتوب في البروتوكول باللي لو ميديسان اللي غلط، و اي لون با بري ان شارج. دونك ابري 6 ans راهي في تونس، رانا مسحقين دراهم، رانا مسحقين شكون يعاوننا، يلزم لها سكانر، يلزم لها لي ار ام، ويلزم لها مصروف. هذه يا نصيره، ان شاء الله النداء تاعنا يوصل للناس الغرباء، وعلى بالي بلي رجال وديما يعاونوا، الشده في ربي وفي زالجيريان تاعنا اللي في الغربه. وتحياتي خاصه لعمي صالح اللي ديما راه واقف مع الناس، وان شاء الله ربي يبارك له في صحته.